قال لي صاحبي انت بتعرف ولادي من زمان، كنت تحب اصغر واحد فيهم هذا صبي فتح وفكري يتعلم ليصير طبيب، شو رأيك؟ ما رأيت على هالخبرية سنين، ولما رجعنا التقينا سألته قال لي الصبي ما نفع بالطب، طالع مجاكرجي وبده يعمل محامي. ثم بعد سنين التقينا قال لي كمان ما نفع بالقانون. رجعنا فكرنا انه طالما الصبي طالع شلقة من جبل ليش ما بيعمل ضابط؟ بلا طول صيري الصبي ما نفع. اخر مرة قال لي صاحبي هالصبي ملسن بحب السياسة وبيعرف قيمة القرش، هلأ وقتها شوف اذا فيك تساعدنا، اللي عم يعملوا وزراء مش كتير احسن منه. هذا رأيي، فكر فيها.